بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم طلبتنا الأعزاء. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة معالجة الإشارة الرقمية. رح نتعرف بهذه المحاضرة على مجموعة من التوبكس والمواضيع الجديدة. الموضوع الأول اللي هو الديسكريت تايم سيجنال، رح نتعرف على إشارة الديسكريت اللي تعرفنا عليها سابقا، وأيضا نعرف كيفية عمل موديل وخواص الإشارة الديسكريت، شلون ممكن نمثلها رياضيا، وناخذ البيسك سيكونسز أو اللي هي تمثل لي الدوال الرئيسية اللي راح نتعامل وياها لغرض إجراء عملية المعالجة. الديسكريت تايم سيجنال اللي احنا تعرفنا عليها سابقا، قلنا انه إشارة الأنالوج تتحول من خلال السامبلر بعد أن يتم تقطيعها بتردد قطع، تتحول إلى إشارة ديسكريت مثل ما لاحظ بالشكل اللي قدامكم. وقلنا أنه هذه الإشارة الديسكريت تمثل بمجموعة من السامبلز، هذين السامبلز يكون على محور أحداثي اللي هو مو الزمن، لكن هو الزمن المقطع أو الديسكريت اللي هو رمز مالته N. وقلنا هذا الآن لازم يكون عدد صحيح، وبالتالي الإشارة الديسكريت راح تكون دالة متغيرة بالنسبة إلى الزمن المقطع أو الزمن الديسكريت، بمعنى تكون X of N. هذه الإشارة الديسكريت لو لاحظ هنا بالشكل أنه مقدار الآن يتراوح من الماينس إنفينيتي إلى الإنفينيتي، ودائما يكون عدد صحيح على هذا الأكسس اللي هو المتشادون، ناقص 2، ناقص 1، ناقص 0، 1، 2، 3. وكل سامبل من هذين السامبلات يمثل بالأمبليتود مالته، يمثل بالأمبليتود. يعني لو تلاحظ هذا السامبل الأمبليتود مالته موجب، الحين هذا السامبل اللي بالموقع رقم 2 الامبليتيود مالته سالب، السامبل بالموقع رقم 3 موجب، وهكذا قسم منهم موجبة وقسم منهم سالبة حسب نوع الإشارة اللي راح نتعامل بها. إذا هذا هو يمثل لي شكل الإشارة الديسكريت اللي تتألف من مجموعة من السامبلات، كل سامبل إلى موقع محدد وامبليتيود ثابت، موقع محدد من خلال الان. يعني هنا هذا السامبل مثلا نقول هو بالموقع ان يساوي 1 والامبليتيود مالته كذا او 1 او 2 حسب ما ينطينا بالسؤال. شلون ممكن انه نمثل الديسكريت سيجنال؟ الديسكريت سيجنال ممكن تمثيلها بطريقتين. يعني الطريقة الأولى هي من خلال الرسم. الطريقة الأولى هي من خلال رسم الديسكريت سيجنال. نرسمها بعد أن نحدد الفترة الزمنية اللي تقع بها جميع السامبلات، ونحدد قيمة الآن اللي هي تتراوح من إلى، لنفرض مثل السؤال هنا، نمتد من الماينس إنفينيتي وتروح باتجاه الانفينيتي، لكن نلاحظ انه بالموقع ان يساوي سالب 5 القيم قيمة السامبل صفر، يعني ما عندنا اشارة هنا، لكن بالموقع من ناقص 4 ان يساوي ناقص 4 الى ان يساوي 3 انا عندي سامبلات. فممكن من خلال الرسم احدد انه الان قد ما تكون صفر قيمتها تكون الامبليتيود 1 مثل ما شاهدنا، هذا كليته 1. ايضا بالموقع ان يساوي 1 قيمتها 1، وبالموقع رقم 2 ايضا قيمتها 1، لكن بالموقع رقم 3 ان يساوي 3 قيمتها تصير نصف، ثم من الموقع ان يساوي 4 الى الانفينيتي تصبح قيمتها 0 بنفس الاتجاه بالجزء السالب. قيمة الدالة أو الإشارة الديسكريت 1 عند الموقع أن يساوي سالب 1، وعند الموقع أن يساوي سالب 2 قيمتها نصف،
ثم بالان يساوي سالب 3 قيمتها اصبحت سالب نصف، وبالموقع ان يساوي سالب 4 قيمتها اصبحت سالب 1. اذا طريقة الرسم انه انا اقدر احدد قيم الاشارة عند كل موقع، عند كل موقع من المواقع او كل قيمة من قيمها، احدد الفترة الزمنية اللي هي الان من الى، من وين تبدي وين تنتهي، وثم اضع كل سامبل مع الامبليتيود مالته. اذا هذه الطريقة الاولى لتمثيل الاشارة الديسكريت واللي هي طريقة الرسم. عندنا طريقة ثانية اللي هي طريقة السيكونس، طريقة السيكونس، وهذه السيكونس تعتمد على تمثيل رياضي مثل ما لاحظ هنا لنفس الإشارة السابقة. هذه هي الإشارة السابقة، ممكن نمثلها بطريقة السيكونس، لكن طريقة السيكونس تكون لفترة محددة وليس من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي، بمعنى أنه لو كانت الإشارة الديسكريت تمتلك قيم لا نهائية تمتلك، فمن الصعوبة تمثيلها بطريقة السيكونس، من الصعوبة تمثيلها بطريقة السيكونس. شلون أمثل الإشارة الديسكريت بطريقة السيكونس؟ لو تلاحظ هنا هذه الإشارة، أنا عندي موقع الآن يساوي صفر، وعلى يمين عندي قيم الموجبة اللي هي 1 2 3 4 اللي هو المحور، هذا الآن محور الآن، وايضا بالمحور الان بالقيم السالبه اللي هي سالب 1 سالب 2 سالب 3 والى ما لا نهايه بالجزء السالب. اذا اول نقطه انا ابدي احدد عند الان يساوي صفر ايش قد قيمه هذا السيجنال. لو تلاحظ هنا قيمتها يساوي 1، فراح ابدي اكتب الاكس اوف ان يساوي، احدد هذه القيمه اكتب عليها 1 واخلي سهم للاسفل للدلالة على أنه هذا الواحد اللي يمثل لي هذا الأمبليتيود هو بالموقع N يساوي صفر، N يساوي صفر. إذا هذا واحد معناه الأمبليتيود، أمبليتيود مقداره واحد عدما عند الـ N يساوي صفر، هذا السهم يشير لك إلى أنه الـ N يساوي صفر. طيب كم سامبل عندي على جهة اليمين؟ بالجزء الموجب عندي 1 2 3، فراح اكتبها هنا يمثل الموقع 1 1، الامبليتيود ما تشدد 1، اخلي 1 هنا. بالموقع رقم 2 الامبليتيود ايضا 1، هم راح اكتب هنا 1. ثم بالموقع رقم 3 اصبح الامبليتيود صفر نصف عفوا، فاكتب 0.5. وبالموقع 4 قيمته صفر، وبالموقع 5 قيمته صفر، ثم أضع نقاط للدلالة على أن الصفر راح يستمر بجميع المواقع الآن البوزيتيف، يعني 6 7 8 9 10 وهكذا إلى الانفينيتي. قيمة السيجنال هنا راح تكون صفر مثل ما تشاهد هنا بهذه الدوت. بالجزء السالب أيضا أحسب كم سامبل عندي، كم موقع عندي، هذا موقع 1 2 3 4، إذن معناه أني أخلي 4 قيم ما بعد الموقع الصفري. لو لاحظ بالموقع سالب 1 اللي يمثل هذا قيمة الأمبليتيود 1، راح أخلي هنا 1، ثم بعده نصف خليت نصف اللي هو بالموقع سالب 2، وبالموقع سالب 3 القيمة معناها سالب نصف فأخلي سالب نصف، وبالموقع سالب 4 أخلي سالب 1 اللي هو هذا، ثم أخلي دوت نقاط للدلالة على أن الإشارة تستمر قيمتها صفر إلى الماينس انفينيتي. إذا تقدر أنت تحول بطريقتين، بين طريقة الرسم وبين طريقة السيكونس. هسه لو هذه تريد ترسمها راح تطلع عندك بهذا الشكل. شلون نرسم هذا الشكل؟ راح أبدي أول نقطة أحدد أقول هذا السهم معناها هذا الموقع هو أن يساوي صفر، إذا الأمبليتيود 1، فراح أخلي هنا 1. ثم عندي سامبل على جهة اليمين يعني بالجزء الموجب، عندي 3 سامبلات، هذا يمثل الموقع رقم 1 أن يساوي 1، وهذا يمثل لي أن يساوي 2، هذا يمثل لي أن يساوي 3، وهذا أن يساوي 4، وأن يساوي 5، وإلى ما لا نهاية. باتجاه المعاكس هذا
يمثل لي عند الآن سالب واحد قيمته واحد، وهذا يمثل لي عند سالب اثنين واللي قيمته نصف، وهذا يمثل لي عند سالب ثلاثة واللي قيمته ناقص بوينت فايف ناقص نصف. ولاحظ أنه الموجب يكون للأعلى والأمبليتيود السالب يكون للأسفل وهكذا. إذا تقدر تحول بين طريقتين، طريقة الرسم وطريقة السيكونس. هسه حاول بالبيت أنه ترسم الإشارات الديسكريت التالية. عندك x of n 1 سالب 2 0.4 0.3 0.4 0 0 0. ولاحظ أنه السهم ب أول قيمة معناها أن القيم عندك راح تكون فقط بالجزء الموجب، ما عندك قيم بالجزء السالب هنا. مثال آخر اللي هو 1 سالب 2 0.4 0.3 0.4 0 0 0 0 وهكذا. أيضا السهم بالبداية معناها فقط عندك بالجزء البوزيتيف. والمثال الأخير أو الهومورك الأخير اللي هو 0.4.3.4. المهم بالسيكونس أنه تنتبه على موقع السهم حتى تعرف قيمة الإشارة عند الآن يساوي 0 أنه هذا موقعها، تحاول تنظر إلى يمين وإلى يسار الإشارة. البيسك سيكونسز رح نأخذ مجموعة من الدوال اللي هي الإشارات المرجعية اللي احنا راح نعتمد عليها بدراستنا. هذه الإشارات تحفظ جميعها مع تمثيلها الرياضي لأنه تعاملنا راح يكون فقط بها. هذه الإشارات إذا ما عرفتهم مستقبلا ما راح تفهم شنو معنى DSP أو احنا وين جاي نشتغل. إذن هذه كل الإشارات اللي راح نسجلها هسه اللي هي تشمل الإشارات المرجعية أو البيسك سيكونسز، هذه تحفظها مع الرسم مع الشكل مع التمثيل الرياضي. إذا أول إشارة رح نأخذها اللي هي اليونت بالس، واليونت بالس هي عبارة عن سامبل واحدة. تلاحظ هنا هذه السامبل تمثيلها الرياضي نرمز لها بالرمز دلتا أوف إن، وتعني سامبل واحدة فقط دلتا أوف إن قيمتها تكون واحد عند الآن يساوي صفر وصفر في أي مكان آخر. إذا أنت عندك سامبل واحدة فقط قيمتها واحد، هذا الأمبليتيود مالتها واحد عند الآن يساوي صفر، وفي أي مكان على المحور الآن الموجب والسالب ما توجد عندك أي إشارة. إذا عبارة عن سامبل واحدة فقط مكانها بالموقع أن يساوي صفر وتكون قيمتها واحد، وما عداها تكون القيمة صفر، يرمز لها بالرمز دلتا أوف أن. الجزء الثاني من الإشارات واللي هو الكونستانت، والكونستانت هو عدد صحيح، لكن هذا العدد الصحيح احنا نتعامل وياه كفاكتر فقط ما له أي رسم. العدد الصحيح تتراوح قيمته يرمز لها بالرمز كي، وقيمته ثابتة بدون أي إشارة، ثابتة بدون أي إشارة. الكونستانت هو ثابت مثل ما نعرف وما إلى أي رسم. الإشارة المرجعية الثالثة واللي هي مهمة جدا اللي هي اليونت ستيب، واليونت ستيب من خلال التعريف يرمز لها بالرمز U of M وتعرف كالتالي، قيمتها تساوي واحد عند الأن أكبر أو يساوي صفر، وصفر عند الآن أصغر من صفر، بمعنى أنه القيمة نريد نرسمها هي عبارة عن سامبلات تبتدأ من الآن يساوي صفر أمبليتيودها واحد، وتستمر هذه السامبلات عند الآن يساوي واحد وعند الآن يساوي اثنين وهكذا إلى ما لا نهاية. عند الآن أكبر أو يساوي صفر تبتدأ من الصفر وقيمتها واحد للأمبليتيود بكل مواقع الأن الموجبة إلى ما لا نهاية. إلى
الجزء السالب هنا ما عندي أي سامبل ولا يوجد لها أي تبديل، بمعنى أن قيمتها هنا كلها صفر، بالموقع سالب واحد قيمتها صفر، بالموقع سالب اثنين صفر، بالموقع سالب ثلاثة صفر. إذا هذه هي اللي تمثل لي اليونت ستيب. وطبعا احنا لو تلاحظ هنا كل U of N أمبليتيود هنا واحد، لكن لو ضربت في اثنين، اثنين U of N، فمجرد انه راح تغير الأمبليتيود. طبعا الأمبليتيود هذا هنا ما كاتبه، حاول انه بالبيت تأشر عليه انه هنا الأمبليتيود واحد، حتى نعرف انه الأمبليتيود مال كل هذه السامبلات قيمته واحد. إذا صارت اثنين U of N، إذا بس مجرد تبدل الأمبليتيود تخلي اثنين هنا، وإذا عكست صارت سالب U of N، معناها الأمبليتيود ينزل للأسفل. إذا هذه هي اليونت ستيب، وهذه تعريفها وتمثيلها الرياضي. الإشارة الرابعة اللي هي إشارة الريال إكسبونينشال، والريال إكسبونينشال تمثل رياضيا X of N تساوي A of N، والA هو أي رقم ثابت سواء كان موجب أو سالب، والN قلنا هو الأكسس أو التايم الديسكريت، واللي قيمته من ماينس انفينيتي للإنفينيتي. مثال، أرسم الدالة التالية اللي هي X of N، هذه دالة ديسكريت. شلون عرفناها ديسكريت؟ لأنه بدلالة الN وبدلالة الزمن تساوي 0.8 أس N. ما محددني بالفترة، ما قايل لي ترسمها بالفترة الفلانية، يعني الآن من إلى. إذا أنا راح أبدي بيها من اتجاه الصفر، قيمة الصفر، وراح أعوض أقول أن الآن تساوي صفر، ف 0.8 والصفر راح يطلع عندي واحد، هذا هو الأمبليتيود واحد. إذا هذا السامبل الأول، ثم أعوض قيمة N يساوي واحد، راح يطلع 0.8 واحد اللي هو 0.8، هذا مثل ما تلاحظ. ثم أعوض الآن يساوي 2، راح يطلع عندي 0.64. ثم عندنا 3 وعندنا 4، وبالكالكوليتر تحسبها وصولا إلى حد 12. هذا في حالة إذا ما حددك، لكن إحنا بالأسئلة راح نحدد قيمة الآن حتى تعرف الفترة من وين ترسم إلى وين تنتهي. هذه هي دالة الريال إكسبونينشال. عندنا الدالة الأخيرة واللي هي دالة اليونت رام، والرام يرمز لها بالرمز R of N، وتعرف كالتالي R of N يساوي N في U of N. إحنا قلنا U of N هو يونت ستيب، إذا معناتها قيم الآن مضروبة مرة أخرى باليونت ستيب، راح تنتج لي دالة الرام أو السيجنال الرام اللي هو ديسكريت. لو تلاحظ هنا أنه لو عوضت أن قيمته صفر، من ينضرب باليو أوف أن اللي قلنا بالموقع صفر قيمته واحد، فراح يصير صفر في واحد مقداره صفر، هذا هنا صفر، هذه القيمة مالتها قلنا ثابتة دائما أمبليتيودها واحد، نتعوض أن يساوي واحد، راح تضرب واحد في واحد يساوي واحد، هذا بالموقع أن يساوي واحد، بالموقع أن يساوي اثنين راح يطلع قيمته اثنين، بالموقع أن يساوي ثلاثة تطلع قيمته ثلاثة، بالموقع أربعة قيمته أربعة، وهكذا بتبدي تصاعديا إلى ما لا نهاية. إذا هذه هي دالة الرام أو السيجنال الرام، أيضا نحفظها، نحفظ تمثيلها الرياضي مع طريقة رسمها. إذا لو نحاول أنه نسوي جدول للإشارات المرجعية اللي أخذناها، لنفرض أنه الآن قلنا عليه هو الزمن المقطع، واللي يبدي من ماينس إنفينيتي وصولا إلى الإنفينيتي. إحنا هنا أخذنا أمثلة بسيطة اللي هي من سالب 3 إلى 3، وقسمنا المحور سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، وهنا باتجاه الانفينيتي، وهنا الموجب، وهنا باتجاه الانفينيتي السالب. إذا أول دالة نريد نرسمها اللي هي الدلتا أوف N كسيكونس
قلنا قيمتها واحد عندنا الآن يساوي صفر، وبقية المواقع كلها صفر. بالنسبة لليونت ستيب قلنا قيمتها تبتدأ من أن يساوي صفر، أمبليتيودها واحد، ويستمر هذا الواحد إلى الإنفينيتي الموجب. ثم عندك اليونت رام اللي أيضا تبتدي من الموقع أن يساوي صفر، قيمتها قلنا صفر، بالموقع واحد قيمتها واحد، وبالموقع رقم اثنين قيمتها اثنين، وبالموقع رقم ثلاثة قيمتها ثلاثة، وتبدي تصاعدي. إذا أردنا نرسم على هذا السيكونس فراح تكون عندنا نتيجة كما يلي. هذه هي اليونت بالز أو الأمبالز اللي هي بالموقع رقم صفر أمبليتيودها واحد، وبقية المواقع الموجب والسالب كلها صفر. وهذه هي اليونت ستيب اللي هي أمبليتيودها قلنا واحد، موقع أن يساوي صفر، وهكذا تستمر إلى ما لا نهاية. وبالنسبة لليونت رام تبتدي من الموقع أن يساوي صفر قيمتها صفر، بالموقع أن يساوي واحد قيمتها واحد، بالاثنين قيمتها اثنين، ثلاثة قيمتها ثلاثة، عند الأن يساوي أربعة قيمتها أربعة، وهكذا تبدأ تصاعديا إلى ما لا نهاية.